بالختام اخ يوسف الكتاب المقدس هو كلمه الله كتبه اناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس صحيح آه احنا بنعرف هذا الشيء ومناكد هذا الشيء لكن شو الدلائل والاثباتات حتى لو سرد سريع اللي بتثبت لي الكتاب المقدس صحيح حضرتك قلت تعبير في البدايه الكتاب المقدس لا يحتاج إلى دفاع مم. إنه يدافع عن نفسه مم. مرة واحد راح لخادم للرب وقال له اذكر لي بعض الكتب التي تحدثنا عن وحي الكتاب المقدس وتبرهن لنا صحة الكتاب مم. فقال له الكتاب المقدس مم. قال له عفوا أنت لم تفهمني إني أريد كتاب يؤكد لنا أن هذا الكتاب هو كتاب الله مم. قال له أنا فهمتك وأقول لك اقرأ الكتاب المقدس أحسن طريقة أثبت لك إن العسل حلو اقول لك دوقه دوق لقمه هتلاقي انه حلو هذا الكتاب اقراه عندما تقراه تاثيره مش ممكن يكون تاثير كتاب بشري ما احنا بنقرا كلام للبشر هذا الكتاب مقدس يقدس من يقراه حتى ان هناك مقوله جميله بتقول الكتاب يبعدك عن الخطيه والا فان الخطيه ستبعدك عن الكتاب يعني ما تقدرش الكتاب والخطيه مع ان ممكن أعمل الخطية وأنا بشوف أي حاجة تانية وبنقرأ أي حاجة تانية لكن الكتاب لا. ثم النبوات التي أشرنا إليها التي تمت في دقة عجيبة في الماضي وتتم في الحاضر هذا برهان آخر. ثم صدق محتوياته العلمية ثم إعجازه العددي أشياء كثيرة جدا في عناوين أقولها لكن الامر يحتاج الى يعني بحث طويل في هذا الكتاب العظيم كتاب الله والاكتشافات العديده الاركيولوجيه من الاثار والتاريخ والجغرافيا يعني كل شيء اتكتب او انذكر مثل اسماء بيلاطس قيافه كله هيرودس كله عم بيكتشفوه امام عيوننا يعني مش بناقد لكن بزيد بيقعد. يعني باكد صحيح. يعني ادله خارجيه احنا يعني بنسميها على صحه الكتاب المقدس